أهلا بكم. اعتمدت بعض السوبر ماركت على تنظيم بيع المواد الغذائية المدعومة فقط لمن يحمل الهوية اللبنانية، وهذا الإجراء محق بنظر معظم اللبنانيين بحجة أن البضاعة المدعومة يدفع جزء من ثمنها من مصرف لبنان، أي يبقى الدين على اللبنانيين دون الأجانب، علما أن الأجانب بأغلبيتهم بيقبضوا رواتبهم بالدولار الفريش كالخدم مثلا، بينما الموظفين اللبنانيين بعدهم عم يقبضوا رواتبهم بالليرة اللبنانية. هل هذا الإجراء تعصب أم حق للرعاية اللبنانية؟ بداية منفكر هذا التفكير تفكير عنصري، ولكن إذا تعمقنا بالموضوع ببين من جهة أولى أنه لبنان بلد صغير وعم ينهار، ما بيحمل أنه يستمر بدعم الأجانب في ظل الانهيار الحاصل وشعبه عم بيجوع وينزل كرمال جالون زيت وكيس سكر. أما الأجانب عم بيقبضوا أموال بالدولار الأخضر، سواء مساعدات دولية أو معاشات بلبنان، وبيحولوهم لبلدهم الأم بدل ما يجيبوا مصاري على لبنان، تماماً مثل المغتربين اللبنانية يلي عم يبعثوا دولارات لذويهم بلبنان. وأيضاً كل الدول يلي بتستقبل ناس حين تحصل على هبات ومساعدات أكثر بكتير من لبنان بالرغم من حالته التعيسة. فالدين الذي يترتب على لبنان رح يدفعه اللبناني فقط دون الأجانب، وبالتالي لا يجوز أن يستفيد من الدعم الغذائي إلا اللبناني. إذن ما في داعي نقول في تمييز عنصري، بالعكس يجب على جميع التجار اللبنانية الامتناع عن بيع البضاعة المدعومة من أموال اللبنانية إلا للبناني، وهذا الإجراء يجب أن يتبع في ظل غياب وفشل الدولة. هذا كان كل شيء. دمتم سالمين.